شو اسمه الكنترول ستيتمنت. البدايه للكنترول ستيتمنت، اول جزء بالكنترول ستيتمنت اللي هو التطبيق العمليه، سير العمليه، شلون السير العمليه، هل من اليمين لليسار، من اليسار لليمين، شنو هو اللي يطبق قبل، شنو هي، هل العمليه الرياضيه تطبق، هل العمليه المنطقيه تطبق قبل. فخلي ناخذ عليها هيك فكره. زين، النقطه الاولى احنا لغه البرمجه مالتنا شو نسميها؟ ما تعرفون شو نسميها لغه البرمجه؟ سي بلس بلس. اي يا الله، اي يا الله، سي بلس بلس. سي بلس بلس هاي البلس بلس من جتي؟ من فكرة اليونري انكريمنت اوبريتر. يعني طبعا هو البلس بلس جتي لانه ضافوا به الاوبجكت اورينتيشن، لكنه حقيقة البلس بلس اللي هي الزائد اليونري انكريمنت اوبريتر بفائدة عظيمة جدا. وان شاء الله لما تبدي البرامج راح تشوفون ايش قد بفائدة. شنو هو هذا اليونري؟ اليونري هو عبارة عن هذا عندنا متغير مثلا اي، انا اجيب اضيف يا اما قبله بلس بلس او بعده بلس بلس. القبله اللي نسموه بري انكريمنت. زين، هذا ايش راح يسوي؟ راح يقول له اكو عمليه جمع. انتم تذكرون الاساينمنت اللي هو يساوي واحد، مو يساوي اثنين، يساوي الواحد، قلنا تطبيقه من اليمين الى اليسار عكس كل ال شو اسمه البقية الاوبريترز كلها تطبق من اليسار الى اليمين، هذا يطبق الوحيد من اليمين الى اليسار. فهذا ايش راح يجي اذا عدي هذه البلس بلس بالبداية قبل المتغير؟ راح يقول له طبعا ها هي معناتها زود زيادة بقيمة واحد. راح يقول له زود لي بقيمة واحد. زين، بعدين سوي لود او سوي الاساينمنت للقيمه من خلال السطر البرمجي. اذا خلينا البلس بلس بعد الاي اللي هي يسموها بوست انكريمنت، هذا شو يقول له؟ يقول له استخدم القيمه اللي مخزنه اصلا بالاي وبعدين زودها بواحد. لهذا هذه بوست بعد والبري قبل. وصلت الفكرة الأولية؟ راح ناخذ عليها أمثلة، بس الفكرة الأولية أنه هذه زود قبل لا تستخدم القيمة، يعني القيمة تزداد بواحد يلا تستخدمها، هنا أنا لا زود بعد ما تستخدم القيمة، يعني استخدم القيمة وعود بعدين زودها بواحد. وصلت؟ لو بالطريق وقفت، يمكن بالطريق سالة عطلانة عطلانة فد مرة. خاشرة زين. اكو هواية قالوا وصلت. زين، مشتبه. لا ما مشتبه، هاي اقبال الحج. زين، هسه شوف نعيدها مرة ثانية. هذه نسميها يونري، يعني أحادية التنفيذ، يونري انكريمنت او ديكريمنت اوبريتر. بمختصر العبارة لما اجي اخلي بلس بلس، شنو معنات البلس بلس؟ ما لنا علاقة، لا تسولف لي لا قبل ولا بعد. البلس بلس معناتها زود بواحد، زود لي واحد. وماكو بلس بلس زود لاثنين، ولا بلس بلس زود لنص، بلس بلس زود واحد، نقطة نهاية السطر، ما بيها مجال. هسه هذا واضح؟ واضح لو مو واضح؟ واضح
وبعدها مغوش. بس هذا واضح دكتور. خوش خوش، شنو هو اللي أزود بواحد؟ شنو هو اللي أزود بواحد؟ اللي أزود بواحد هي القيمة اللي بالمتغير، مخزنة بالمتغير. خلي أكمل هاي ونكمل السلايدات الباقية وأشرحها بالأشير الشاشة وأشرحها، أعتقد تكون أفضل. المهم، فشنو هو اللي أزود بواحد؟ المتغير. هسه جينا هنا قلنا له أنا وين ما أخلي البلس بلس شوية أكو فرق. إذا خليتها بالبداية يعني حار بحار، رأسا زود المتغير بواحد، لا تباوع للمتغير ولا تباوع شنو اللي بي، رأسا زوده واحد وخلاص، تباوع لا زعل عليك، رأسا زوده بواحد بعدين عود باوع له، بعد ما زوده واحد باوع له. هذه نسميها البري انكريمنت. البوست انكريمنت لا، يقول لك تعال شوف المتغير، اقعد سولف وياه، اعرف وش قد القيمة اللي بيه، عرفت شو قد القيمة اللي بيه، قل لهم للجماعة بلغهم يابا ترى هذا المتغير اي بالقيمة الكذائية، يفيدكم اخذوها، ما يفيدكم انا راح اروح للبلس بلس. تجي للبلس بلس تزود القيمة المخزنة بالمتغير بواحد، يعني معناتها هنا لا تباوع له ولا تشوف القيمة اللي بي، زودها بواحد وبعدين باوع له واستخدم القيمة اللي بي. هنا لا، تباوع له وتستخدم القيمة اللي بي وبعدين تزودها بواحد. فهمتوا الفرق؟ نعم. هذه مهمة، هاي راح هاي يجيكم عليها سؤال. اي نعم طبعًا يعني طبعًا. هذا اول واحد، اول واحد نفذ ثم ناقش. اها هذا حكي مال العسكريين. تمام استاذ، يعني اول شيء ننفذه وبعدين نشوف ايش المتغير. اي الثاني سولف ثم نفذ، ما بيها ناقش، ما تقبل الغلط. المتغير ما بيها لا نقاش ولا تغيير قيمه، متغير هو قيمته مثل ما هي. زين، الكلام ينطبق نفس الشيء بالضبط على الماينس ماينس. هذه اللي يسموها بريديكريمنت، يعني تنقيص، يعني انت بدون ان تباوع المتغير، بدون ان تباوع اي شيء، راسا نقص قيمه، نقص واحد، وبعدين روح شوف البي شنو القيمه المخزنه بي بعد ما انا نقصت منها واحد، شنو القيمه، استخدمها ما استخدمها، بكيف. هنا انا البوست كريمنت يعني نعم بلي، يعني استاذ واحد نزود واحد نقص، مو الماينس ماينس ينقص. اي هنا البي ماينس ماينس، لا هنا راح يستخدم القيمه اللي بالبي، خلينا نقول مثلا، لا خلينا اشرحها على الشاشه احسن، خل الجسمه ينقص يستخدم القيمه وبعدين ينقصها. زين اوكي، هذا المثال هسه نسولف بي، بس اول شيء اشرحها بعدين اسولف المثال. هذا الشرح مال العمليه. هسه هنا بالنسبة للبلس بلس والماينس ماينس والبلس والماينس، تطبيق هيكون من الرايت تو ذا ليفت، زين، من اليمين إلى اليسار. هذه أيضا تطبيقها من اليمين إلى اليسار. هذه شنو معناتها؟ هسه أشرح لكم إياها، هسه أشرح لكم إياها. زين خلينا نجي نشير الشاشة. داير سكرين. هسه احنا ايش عندنا؟ عندنا اول شيء هذا الاوبريتر اللي هو البلس بلس. خلي احنا كل شرحنا يكون على متغير اسمه اي، وعدنا هسه البلس بلس. هسه انا خلي نقول قيمه الاي
اخلي بيها قيمة 2. زين، زين. التنفيذ طبعا قلنا من اليمين الى اليسار، من اليمين الى اليسار. زين، هسه انا اجي اقول بلس بلس اي، ايش راح يصير؟ راح يجي الاي مو بيها 2، راسا يزود وياها 1، راح يخلي القيمه 3. هسه انا القيمه اللي راح اقراها راح اقرا الثلاثه، ما راح اقرا الاثنين، لان انا قمت بالعمليه التزويد، زودت بواحد فصارت القيمه 2 زائد 1 ايش قد؟ 3. 3 هي اللي راح اشوفها. فانا هسه كانه القيمه اللي هي بالبلس بلس اي، العفو، بلس بلس اي، هذيش كابيتال، اوكي، البلس بلس اي القيمة اللي مخزنة بيها كأنه 3 مو 2، بينما هي القيمة الأصلية ايش قد؟ القيمة الأصلية 2. هذه البلس بلس اللي هو البري انكريمنت. زين، هسه الأي بلس بلس شنو؟ الأي بلس بلس راح أجي أشوف القيمة مالتها 2 وأباوع لها، وبعدين بعد ما اكمل اقول 2 زائد 1 وراح تصير 3. فانا اول ما شفتها اللي شفتها اللي هي 2، بعدين زودتها بواحد. يعني السطر الثاني زودتها بواحد، بينما هنا السطر الاول راسا 3 وبعدين شو اسمه، لا يعني مباشره صار التزويد، هنا أنا لا، يعني كانه انزل سطر يلا ازود. زين، التنقيص الماينس ماينس اي شنو معناتها؟ معناتها راسا 2 ناقصا 1 راح تساوي 1. هسه انا شنو القيمه اللي راح اشوفها؟ ماينس ماينس اي راح تكون 1، هاي القيمه اللي راح اشوفها. العفو. زين، طلعت بلس بلس اي، اي اي هسه ال A ماينس ماينس ايش راح يصير؟ راح اشوف قيمتها 2 وبعدين يلا اجي انقص 1 وذاك الوقت تطلع 1. زين، هسه انا عندي عمليه اخرى اللي هي همتين نوع من الاساينمنت لكن بها اختصار. شنو هي؟ اللي هي تاخذ العمليات الاساسيه، العمليات الرياضيه الاساسيه اللي هي الجمع، الطرح، الضرب، القسمه والريمايندر. شنو هي؟ هاي راويت لكم اياها قبل شويه. زين، قبل لا انتقل لهن، واضح هذا الكلام؟ احد عنده سؤال يحتاج اعاده داخ بها؟ هاي 2 زائد 1 تساوي 3 جواها بس شوي. 2 زائد 1 تساوي 3. هذه انا هسه شفت الاي، شنو قيمة الاي؟ 2. اي هاي؟ شنو؟ شنو هي؟ هذه؟ هاي اي تساوي 3؟ اي 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 ها اي زين، هي راح تبقى 3 بس انا زودتها قبل لا اشوف لها. زين، قبل هذه خلي نشوف المثال، خلي نشوف المثال. ها لا مو هذا، اوكي، خلي نشوف المثال. هسه انا عندي هنا هذا المثال void main integer c، السي ايش قد قيمتها؟ 5. راح اجي اطبع قيمه السي، زين، وبعدها اقول سي بلس بلس وهم اطبعها راسا، وبعدها اطبع قيمه السي مره ثانيه، ونفس الكلام هنا الماينس ماينس. المهم هذني اللي هن همتين رايت تو ذا ليفت، هذني هن اللي هي اساينمنت اوبريتورز.
اللي هي زائد يساوي ناقص يساوي ضرب يساوي قسمة يساوي ريمايندر يساوي. ويا يا مطلاب الو يا دكتور اي يعني الصوت هسه واضح. اوكي اوكي خلينا نرجع نشير الشاشه. فهسه راح اطبع السي والسي بلس بلس وبعدها السي. المهم هسه خلينا نشغله. اوكي هسه ايش عندنا هنا؟ عندنا قيمه السي 5 جينا طبعناها هاي الخمسه. لاحظ ركز وياي السي بلس بلس شقد شاف؟ شنو اللي شافه؟ اللي شاف اول شيء القيمه المخزنه اللي هي الخمسه. منتبهين وياي يا بابا؟ شاف الخمسه وطبع الخمسه والبلس بلس زود القيمه بواحد. من زود القيمه بواحد صارت سته. فلا بعدها التنفيذ اللي بعدها شنو القيمه اللي لقاها بالسي؟ لقاها سته زادت بواحد. زين هسه القيمه اللي بالسي ايش قد؟ القيمه اللي بالسي سته لانه زودناها بواحد. زين هسه همتين اجي من هنا اشوف السي ايش قد قيمتها؟ العفو سته. هماتين سويت سي ماينس ماينس يعني ايضا قاعد انقص من عندها واحد، لكن هل صار تنقيص؟ لا، بقت القيمه سته. ليش؟ لان شاف القيمه اول شيء واستخدمها وبعدين يقوم بعمليه التنقيص. فالمهم كمل هذا، طلعنا السته، بعدها ايش صار؟ صار التنقيص، فنقصت قيمه السي بقيمه واحد. يعني ايش قد صارت؟ رجعت خمسه. فلما اجي اطبعها هنا ايش قد؟ خمسه. واضحه؟ قبل لا انتقل للبري. طلاب اريد كلكم تكون واضحه عندكم، لانه هذه بها تركات وراح تجي عليها اسئله وبرامج والى اخره. نعم استاذ، بس هو هذا البرنامج الحلوبي ما به ادخال اللي هو السي ان. لا انا هاي لا 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 ما يحتاج. هاي 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 السي انا فرضتها خمسة. نعم ما تريد ندخل اي قيمة عادي مو مشكلة، هسه ندخل لك اي قيمة عادي عادي. ها سهلة هذه. هو موجود اكتب سي ان نمبر 1 او سي ان سي اي قدر قيمة انتر. زين اوكي هسه يا كود استاذ هذا الكود مو مكتوب فيجوال سي؟ لا لا. زين هسه يقول لك انتر ذا فاليو اوف سي، خلينا نقول له الفاليو مال السي 4. هسه انا ايش عندي؟ 4 سي قيمتها 4. زين سي بلس بلس بقت القيمه 4 بعدين صارت الزياده، فلما اجي اطبعها ايش قراها؟ قراها 5 اللي هي زائد 1. لما ازودها بواحد تصير ايش قد؟ تصير 5. زين هسه نجي للتنقيصه. القيمه الاصليه مال السي ايش قد؟ ها ظلت العفو ظلت خمسة لان زودناها بواحد. هسه لما جيت شفت السي ماينس ماينس ما سوى شيء، ما نقصها بواحد، لا مجرد سواها بقى نفس القيمة قراها وطبعها مثل ما هي، فبقت الخمسة على الرغم من انه احنا نريد ننقص واحد.
بعدها صارت التنقيصة بواحد، فصارت القيمة الجديدة مال السي 4، فانطبعت الأربعة. نعم طلاب، واضح الموضوع؟ بسيط مي بعد، أصبر نستسهلها. واضح دكتور، واضح، بس شاشة شوي استاذ مانع معنوياتي شوية عالية بالبرمجة، رجاء الاستاذ اتخربه. خلاص هذا هو. هسه نجي للجزء الثاني، نجي للجزء الثاني، الجزء الثاني اللي هو البري. هسه هنا أنا. وهذه نفس الشيء لي بلس بلس، هاي ظلت القيمة مع الخمسة، لي رجعنا احنا قيمة الخمسة. زين هسه مرة ثانية اجي افرض السي خمسة، طيرت هذاك ورجعت حطيت السي خمسة، هنا ايش صار؟ او خلي الغي الغي هاي لحظة، بس الغي هذه. هسه شنو اللي صار؟ شوف انتبهوا وياي، السي قيمتها خمسة، طبعت قيمة السي شقد؟ خمسة. بس هسه سويت، سويت البري، بري انكريمنت، يعني سويت بلس بلس سي، لا شاف الخمسة ولا باوع القيمة، رأسا راح زودها واحد وبعدين طبعها. فش صارت القيمة اللي انطبعت هنا؟ انطبعت ستة. وصلت الفكرة؟ والقيمة ظلت ستة. نفس الشيء بالنسبة للتنقيص، قيمة السي بعد هي ستة، لما نسوينا ماينس ماينس سي شنو اللي صار؟ رأسا طارت الخمسة، العفو تنقصت بواحد، فصارت شقد القيمة؟ خمسة. لما نجي نطبعها للسي شقد؟ اللي هي خمسة، القيمة اللي هي أصلا تعدلت. فهنا التعديل يصير فوري، هناك لا تتنفذ وبعدين يصير بيها تعديل. واضح الفرق ما بيناتهم؟ لو هم بعدكم حايرين بيه استاذ، من نقص ليش ما نقص على العدد الرئيسي على السي؟ شنو هو اللي ما نقص على السي؟ مو هنا السي تغيرت قيمتها، هو طبعا متغير، تبقى قيمته بالذاكرة. احنا سولفنا بالذاكرة، شنو نسيته بعدنا؟ بسم الله سولفنا بالذاكرة، مو قلنا هي صناديق؟ يعني انت هسه خليت بصندوق خمس تفاحات وجي ضفت له تفاحة، زين، وعفته يومين ورجعت له، يظلن خمس تفاحات؟ لو صارن ستة لأن ضفت لهن واحدة، أيبا شلون سؤال معقد أستاذ، يعني ممكن أعادل السؤال؟ مو سؤال، أنا قاعد أقول لك صندوق بي خمس تفاحات، إجي ضفت له تفاحة، إيش قد صارن؟ عشرة؟ لا أستاذ صارن ثلاثة. أيبا قويته، صارن ستة، صارن ستة، إيه سوالفكم أنتوا الحرامية، صارن ستة، زين صارن ستة، عفتهن يومين وجيت فتحت الصندوق، التفاح اللي بيه خمسة لو ستة؟ لا والله ستة، ستة خلاص، هي هاي نفسها، فنفس الشيء هنا، انا زودت القيمه بواحد، فهنا صارت قيمه السي 6 وهاي طبعناها 6، فانا لما اجي للسطر اللي بعده بعدي قيمه السي 6 انقصها بواحد، ايه ذاك الوقت تصير 5، هاي انطبعت الخمسه، وهنا القيمه باقيه 5. هسه نجي نفتح الثنين حتى تشوفون الفرق. هسه هنا اول شيء اللي هو هذا البوست، البوست هذه السي 5 والسي بلس بلس ما زادت القيمه الى ان كمل التطبيق هذه
واستخدمنا القيمة صار الزيادة بواحد، بعدها زادت القيمة بواحد، ولما انطبعناها طبعناها هي بالقيمة اللي مساعدة. هنا القيمة بعدها ستة نقصناها بواحد ما نقصت إلا لما نكمل التطبيق واستعملنا القيمة، يلا نقصت بواحد وهنا طبعناها. هذه البوست. هسه البري اللي هو قبل لما تجي السي البلس البلس قبل، لا مباشرة همتين رجعنا رستناها، عندنا القيمة خمسة زودناها بواحد رأسا زادت وطبعناها صار الستة، ما طبعناها خلاص من طبعناها مرة ثانية خلاص هي القيمة ثابتة بيها ستة. هنا نفس القيمة ستة نقصناها بواحد مباشرة تغيرت إلى الخمسة، بعدها صارت الخمسة هي أيضا بقت. بعدكم دايخين؟ لو راحت الدوخة شرب عصير من محامض. دكتور رجح الشاشة دكتور، هو الهدف وين ارجعها؟ مو الجماعة دكتور ملتهين بالرياضة يا تفكيرنا بالرياضة يا. ما شاء الله اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. عندنا امتحان والله دكتور بالسبعة. عندكم امتحان؟ عندكم امتحان بالسبعة؟ ايه جا روحوا روحوا اقرا رياضيات. اي استاذ استاذ الله ويدك صدقيت؟ ليش لا بعد هسه عندنا هذه الاسايمنت. هسه عندنا هذه الاسايمنت يلا هاي بسرعه وحتى ترحون في حال سبيلكم. هسه عندنا هنا الاسايمنت، الاسايمنت اللي اخذناها قبل اللي يساوي هنا البلس ويساوي هنا ماينس ويساوي، شنو معناتها؟ هم نرجع نشير الشاشه. شنو معناتها؟ ليش ما تعرف وجه الصرف؟ شنو معناتها؟ باوعني هسه نقول المتغير A يساوي 2، القيمة اللي خزناها ب 2، لما أجي أقول له A زائد يساوي 2 شنو معناتها؟ معناتها أنا أقول له ال A تساوي ال A زائدا 2، A زائدا 2 ال A إيش قد قيمتها؟ أسدوخون بيها هاي سميها 3 زين. فهنا لما أقول له A plus and equal to معناته A تساوي A زائدا 2، ال A إيش قد قيمتها؟ 3 زائدا 2 5، يعني هسه ال A تساوي 5. فبدل ما اقول له A تساوي A زائدا 2 لا اقول له A plus or equal 2. هنا نفس الشيء اذا اقول له A minus and equal 2 نفس الشيء كانه اقول له A تساوي A ناقصا 2، يعني معناته A تساوي 3 ناقصا 2 تساوي 1، معناته القيمه النهائيه لل A تساوي 1. نفس الكلام بالنسبة للضرب A multiply equal 2 معناتها A تساوي A مضروبة في 2، إيش قد القيمة مات الـ A لما نعوض 3 في 2 تساوي 6، يعني القيمة النهائية للـ A تساوي 6. نفس الشيء بالنسبة للقسمة A تساوي A quotation of 2 يعني معناته A تساوي A قسمة 2، يعني تساوي A تساوي 3 قسمة 2. A تساوي 1.3 3 3 3 3 إلى آخره. هذه هي معناتها فقط لما نستخدمها. وانتوا هسه باعتبار عندكم امتحان بالكم مو جاية ولا مركزين ولا منتبهين، فأشرح لكم المثال هذا
اشرح لكم اياه بالمحاضره الجايه اذا صارت لنا محاضره. اي اذا صارت لنا محاضره جايه، ما صارت محاضره جايه ان شاء الله. اصلا اول وتالي احنا راح نعيد وراح نضيف هوايه شغلات